نغاش داك دان سيوي غزقوز الوالدين نوفاد بالي الشتادة اللي يموت هيا غزان الشتادة هيا غانمس أين جان تعيش هيا أين جان المهنة نغاية يتخن ولا ديال المهنة ما ما يغر إلا نفلي ولي والو هدا والو هيا ندور الخيرية مش دادا غشيشين شان نموت شي ديس ولي الناس نقي مار نمس ما تا مشكل إلا ندا دواسا نغاش أسيدي مرزا مش دا حضر والحضر اللي ما زي غلاديني أنا ما يدي لان ولي اللي ما زي ننشا اللي يشنا ندات وكلو ما زيرت هاسي سيار بلانا ندات وكلو إيو هاغ زان سوا الغر سيدي ربي السلام عليكم سيادنا ما يتعنا متحنا غرو اللباس نعم دغيا سيدي الخارج قاتين ضرنا الله يرحم والدينا تين ضرنا هاد كسنا ختا مازيرتنا هاد حي وحي ما غلا لا المال تغي الله يرحم والدينا واستي سورتنا مال المال هاني قران هانتي قدرين هان ما غلا نترا لا دغي نكون المال دغي ما غلا نترا لا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته بغينا نوصلوا غير واحد الميساج ميساج للجهات المعنيه بانه الارض ديالنا راه متشبتين بها لا الكبير لا الصغير لا الشارف لا العيالات لا راه حنا متشبتين بها ما غاديش نخليوها ولو وقع اللي وقع حنا راه هاد الارض راه ما يمكنش غادي نتخلاو عليها كاينه الارض اللي بغى يكريها الله يعاونو ها هي هذيك يمشي يكريها اما هذه راه هاد الارض كنوصل واحد الميساج المستمر بان هاد الارض هادي راه حرامت عليه كما حرامت مكه على اليهود حرامت عليه كما حرامت مكه على اليهود حنا كسكينه يتحموا حقي كنرفضوا الترامي على اراضيها السلاليه اراضي السلاليه ديالنا وغتبقى ديالنا وكنطالبوا السلطات المعنيه على هذا الشيء دير شي تدخل لان هاد الاراضي راه معرضه للسرقه بهذا المفهوم هذا من المستثمرين وشكرا للمنابر الاعلاميه الصحافه